مع رسول الله. انا عمنا مفتوح رئيس اتحاد جامعة القاهرة. انا لم اكن طبعا في المسيرة ليس يعني بتبرأ منها ومن الطلاب اللي طلعوا فيها، ولكن في امور يجب ان تتضح. بس كان سيادتك اتهمت الاخوة اللي طلعوا في المسيرة او الطلبة اللي طلعوا في المسيرة انهم شرذمة وانهم كانوا في منتهى الوقاحة وانهم ليهم اتجاه معين وهم شويين، فانا بأيد حضرتك في ذلك تماما، ولكن في ذات الوقت بحمل سيادتك هذه المسؤولية كاملة. اذا كان دول شرذمة وكانوا في منتهى الوقاحة فسيادتك تتحمل هذه المسؤولية كاملة، وانت وحدك ستسأل عن ذلك امام الله. لسبب انا بقول ان دلوقتي انا عاوز اسأل حضرتك سؤال ويكون يعني الرد عليه بصراحة. حضرتك بتقول نتكلم بصراحة، انا كشاب انا مش عارف البلد او القيادة السياسية في مصر عاوزة تربيني على ايه؟ عاوزة مني ابقى ايه يعني؟ ابقى شيوعي ولا مسلم ولا زنديق ولا عابد بقر ولا ايه؟ انا مش فاهم. اجهزة الاعلام اللي السلطة تقدر تحركها كما تريد واللي بتستنكر عليها اتجاهها دلوقتي مع انها تملك القرار انها توجهها باي شكل بتريده. انا مش عارف الاجهزة دي عاوزة تكون اي فكر في دماغك كإنسان طارق يعني. شوف بختصر عليك الكلام يا ابني، بختصر عليك الكلام لان اخوانك رددوا هذا الكلام قبل كده. شوف يا ابني، الدولة من سنة 71 انا اعلنتها دولة العلم والايمان. طيب يا فندم سمحت سيادتك، ببساطة احنا متفقين مع سيادتك فيها. ولكن احنا كشباب اللي بنراه ان السلوك متناقض مع هذا الاعلان. حضرت سيادتك مثل بسيط جدا. تبقى شوف يعني ما يعني عشان نكون عمليين يا فندم، يعني عشان يكون كلامي واقعي، بضرب سيادتك مثل في الوقت اللي حضرتك واحنا بنثق في الكلام اللي حضرتك بتقول بتعلن دولة علم وايمان، نلاقي الشيخ الغزالي بيتشال بجامع عمرو بقرار مش عارفين منين. نسأل الدكتور عبد العزيز كامل يقول انا ماليش دعوة. سألت المهندس سيد مرعي في لقاء من مجلس اتحاد الجامعة جامعة القاهرة وهو سيادته موجود مش عارف ليه. طب الشال ازاي؟ الناس المصلين طلعوا يعبروا عن رأيهم لمجلس الشعب زي ما حضرتك بتقول القناة الشرعية عشان يقولوا ان احنا بنستنكر ذلك في مظاهرة المية جدا، طلع لها الامن المركزي ضربهم علقة سخنة كويسة وفرقهم. فانا مش عارف علم وايمان وتشال طلب الشيخ الغزالي واتحنط في وزارة الاوقاف، لا ملهوش شغل، طلع ساب البلد. والطريقة دي كل علماء مصر المخلصين، ما بيبقاش في مصر الا العلماء اللي بينافقوا السلطة وبينافقوا سيادتك وبينافقوا بقية الحكام. دول اللي موجودين. لا اقف. اتفضل يا فندم. اقف. اتفضل. انا لا اسمح ابدا. مفيش حد بينافقني ولا اقبل النفاق. يا فندم موجود. ولو كان حد بينافقني او بقبل النفاق كان حالكم النهاردة كبلد غير كده خالص. ده موجود. وما كنتوش جيتوا النهاردة قدامي. موجود. وما كانش سمح لكم انكم تيجوا هنا قدامي او تناقشوني او تقفوا تقولوا ارائكم، انما للبلد امن واجراءات. اللي عايز يعمل زعامات اما عن طريق استغلال الدين او المذاهب المختلفة اللي احنا كلنا بنشكي انها مستوردة واستغلال الدين، لا تسمح به الدولة. وقف مكانك يا فندم. هل حقك معي؟ وقف مكانك. ما انا واقف يا فندم مكانك. لانه لا فصل من عمله ولا اعتقل ولا سجن ولا شرد. اتعلموا الادب في مخاطبة الناس يا فندم. ده يعني احنا بنلمس ذلك وحضرتك بتقول نتكلم بالصراحة. انا بقول على دي بالصراحة. دي بالصراحة. هل حقك مع الشيخ الغزالي يا فندم؟ دي بالصراحة. هل حقك معاه؟ ده مش شغلك. شغلك مش شغلك. ما انا كان نقدر تقول تكتب هذا وتبعته في شكوى تتحقق، انما ده مش شغلك. لما واحد يحاول يفرض زعامة عن طريق الدين او استغلالا للدين واستجداعا لعواطف الناس المشبعة بالايمان والدين، هذا الرجل لا يجب ان يكون له تأثير في فتنة تحدث فتنة طائفية داخل البلد. ما تجيش قدامي تقول لي اللي بينافقوني. والدلائل على ذلك ايه يا فندم؟ بينافقوني؟ ما ممكن الكلام ده. محدش في هذا البلد لا بينافقني ولا بقبل نفاق. ولولا هذا ما كنت تقف موقفك قدامي. يا فندم. وما كنت كلكم تيجوا. الزموا حدود الادب. الدين والاسلام. يا فندم. علمكم الادب. جواب قبل كل شيء.
يا فندم لو سمحت حضرتك في فرق بين ان واحد ينافق سيادتك وفرق ان حضرتك تقبل النفاق. كلامي واضح جدا؟ لا يعني ممكن انا غير مستعد اسمع اي كلام ترفض لان ده خرج عن حدود الادب. في ايه يا فندم؟ الزم مكانك، الزم مكانك وحدودك. ومن اليوم يا اولادي انا جايبكم عشان اقول لكم هذا، من اليوم الاحترام للقيم وللمعاني. الدين ما قالش انه يقف ويقول هذا الكلام امام رئيس العيلة، رئيس البلد اللي سمح له يجي عشان يقول رأيه بصراحة. دي ماهش من الدين اطلاقا. بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن فرد. فرد لا حوكم، لا سجن، لا اعتقل، لا شرب، لا جرى له شيء، وانما بيستغل الدين لمحاولة ايجاد فتنة وزعامة. لعلمكم اللي عاوز اللي هيعمل هذا امامكم وامام الشعب هحطه بصراحة واقول له مكانك قف.